عمل في ضربة الجزاء. بانيجا ترى له دور كبير في تصدي كم، واحمد هو من اكتشفها. شو اللي عمله بانيجا؟ يمكن بانيجا من معاشرته اللي قالوا هنا، عارف الزوايا اللي دائما يختارها هنا قالوا هذا هو اللي أشر اللي يمكن ساعد كم، وعلى سرعة كم في المرور والحركة يمكن ساعدت بشكل كبير في التصدي. يعني هنا لما يكون عندك لاعب عارف اللاعب المنافس وين بيسدد فبيعطيه. انت بتصدق لو قال لك راح يمين ولا يسار؟ لو قلت لك انا راح يمين ولا يسار بتصدق؟ اذا انت بنفس الفريق وانت قال كان معي في نفس الفريق، ايوه لا انا اروح معك، لانه بالتمرين ما اقدر. على فكره ترى دائما اللعيبه هذا اللي يختار زاويه معينه، اذا غير زاويته دائما يضيع. صحيح. وهو اعتقد انه قالوا واضح البنيقة يمكن علي ردة فعل ما شاء الله تركيزه عالي. كان في درس خصوصي من بانيجا الكيم، روح يسار، روح على يمينك، روح على يمينك، تلعبها على يمينك. لا بس ترى على فكره قبل ما يروح تروح لعلي اعد لي اللقطه، شوف وقفه الحارس وين قبل التسديد. شو ورينا رجع شوف الحين وقف لحظه ماشي انه شاف الحارس بالشكل هذا اكيد انه يبغى على بالزاوية.